تحياتي لك يا كابتن ايمن ولضيوفك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بعد فوز النادي الاهلي اليوم على فريق الانتاج الحربي ب4 اهداف مقابل هدف تصدر الاهلي او حافظ على الصداره برصيد 16 نقطه مسابقه الدوري ممتاز، خطوه مهمه جدا، مباراه صعبه جدا مع فريق الانتاج الحربي مع مدير فني كبير هو كابتن مختار مختار. معي مدرب النادي الاهلي كابتن سامي قمصان، بقول لك مليون مبروك الاول تحياتي كابتن ايمن وضيوفه، مليون مبروك 3 بونت جم في وقتهم مع فريق كبير هو فريق الانتاج الحربي. طبعا تحياتي كابتن ايمن وضيوفه. طبعا زي ما انت قلت المباراه كبيره جدا، كابتن مختار من افضل المدربين الموجودين في الدوري المصري، فرقه طبعا من فرق منظمه جدا يعني، ولكن الحمد لله اعتقد ان احنا احترمناها. يمكن فوز تاخر شويه لكن الحمد لله الشوط الثاني الحمد لله اعتقد ان احنا كنا عندنا افضليه. يمكن الشوط الاولاني برضو يمكن كان عندنا فرص كثيره جدا لو كنا قدرنا نسجل منها، كهربا وبعد كده ابو واليه برضو نفس القصه وكره علي معلول للفاول، فاعتقد لو كنا سجلنا بدري كان ممكن النتيجه تبقى اكبر من كده، لكن الحمد لله الشوط الثاني برضو الحمد لله اللعيبه ادت مباراه مميزه جدا، والحمد لله اعتقد سكور كبير والنتيجه الحمد لله مرضيه لينا الحمد لله. اتفاجئنا النهارده بوجود اكرم في الباك رايت، وطبعا اراحه هاني يعني لسه راجع من الكورونا ولسه بيتاهل ولسه راجع فاخدته النهارده. اتفاجئنا النهارده باكرم، ادى المطلوب منه ولا كان لسه برضو مش ده اللي انتوا عاوزينه اكتر يعني لسه عاوزين اكتر منه؟ لا طبعا اعتقد لو ادى مباراه كويسه يعني، لكن وقبل كده برضه بيكم، لكن انت بتحاول توجد حلول افضل بالنسبه لك عشان انت في اي وقت من الاوقات معرض ان انت لا قدر الله تفقد اي لعيب سواء بالاصابه او بالكورونا. انت عارف ان دلوقتي الموضوع مش سهل يعني، فالراجل بيحاول يوجد حلول اكتر يعني. لا اعتقد ان هو ادى المطلوب الحمد لله، وقبل كده برضه بيكم نفس القصه، والحمد لله عوده هاني النهارده برضه حاجه ايجابيه الحمد لله، يبقى منافسه بينهم كبيره والافضل طبعا هو اللي هيبدا يلعب ان شاء الله. بتشتغلوا في التمرين على التخصص على الجول، بتحاولوا من نص فرصه المهاجم او الاطراف تجيب اجوان، النهارده برضو ظاهره اضاعه الفرص كتيره جدا في مباراه هتقابلنا الفتره المقبله في كاس العالم او في الدوري، من نص فرصه من بتخلص مباراه هنعالجها ازاي؟ انا معاك طبعا ان انت طبعا يمكن الماتشات اللي فاتت والماتشات ده برضو في اضاعه فرصه كبيره، لكن انت كدورك اللي انت بتحاول ان انت توصل اللعيبه للتلت ده طبعا عامل توفيق عامل التركيز برضو نفس القصه، عامل اللي هي الجماعيه برضو مهمه جدا، ممكن ده اللي الراجل اتكلم عليها. يمكن كان في عندنا برضو في الشوط الاولاني برضو انانيه شويه، لكن اعتقد الشوط التاني بتشوف حسين بيوصل ازاي وبيقدر يلعب بسهوله، قفشه بنفس القصه، علي معلول برضو نفس القصه، فاعتقد الحمد لله برضو ديت من الحاجات اللي نقدر نحسنها الفتره الجايه وان شاء الله تبقى ان شاء الله سلبيه نقدر نعالجها باذن الله. شايفين روتيشن كتيره في الملعب ما شاء الله، بتعملوا تغييرات كلها على اكمل وجه، رامي ربيعه النهارده بيرجع وبيعود وبيشارك في جزء المباراه، بينزل محمد شريف، بينزل وليد سليمان شنطه الاجوان معاه ما شاء الله، نمسك الخشب وموفق النهارده في حرص اكثر من هدف، التغييرات كلها بتفرق معاكم، بتدل ان في جهاز كبير جدا شغال على الدكه بمره او الخط بمره. هو الراجل الحمد لله زي ما بيتكلم دايما عنده ثقه كبيره في كل اللعيبه الموجوده، انت عارف اللعيبه الموجوده كلهم نجوم كبار يعني، بتتكلم على وليد وسعد وفي رامي وفي هاني كان موجود وفي ياسر برضو نفس القصه كان موجود، محمد شريف وصلاح، فاعتقد كل دول لعيبه عندها خبرات تقدر تعمل الفرق في اي وقت، واحنا الحمد لله عندنا ثقه فيهم كبيره جدا يعني. انا ببارك لك، اللي جاي كله اصعب بس عندنا ثقه فيكم وبنحلم بمنافسه او تمثيل مشرف في كاس العالم للانديه ان شاء الله، وده طموحنا برضو ان احنا نرضيكم ونرضي النادي الاهلي ان شاء الله. شكرا كابتن. شكرا شكرا. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع مدرب النادي الاهلي طبعا الكابتن سامي قمصان المدرب الخلوق، بعد فوز كبير هو 4 اهداف مقابل هدف على فريق الانتاج الحربي.